بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في بنشاك الجبل، نصور لكم فيلا ثلاث غرف، فيلا ثلاث غرف اقتصادية، تصوير شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا. هذا الاستقبال تبع الفيلا، داخل الفيلا. الآن نتجه بالجهة اليمنى لتصوير أول غرفة. هنا أول غرفة، طبعا الانترنت موجود هنا، واي فاي. هذا الفيلا الوسط، وهي تعتبر افخم الفلل في هذا المجمع كونه يعتبر على ثلاث فلل. هنا دورة المياه، نتجه الان تصوير الفيلا الثانية، الغرفة الثانية. طبعا المكيف، لا يوجد في الفيلا مكيف، كما أخبرناكم الانترنت موجود. أيضا يوجد مع الفيلا حارس خاص بها، أيضا الطلب بشقالة أيضا موجود مباشرة مع الحارس. هنا المطبخ، هنا دورة مياه خارجية، وهنا المطبخ مع الثلاجة هنا. صراحة تأثير الفيلا نظيف جدا. مع دورة المياه، هذا آخر غرفة. هنا دورة المياه، تصوير شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا. هنا منظر الفيلا، هنا منظر الفيلا بالكامل. وهذا المسبح مشترك، تحيات شركة المحيط للسياحة في جنوب شرق آسيا.